زميلتنا سالة حامد النهارده اللي هتكون معانا عشان تقول لنا كل الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي والخاصه بالمواقع الاجنبيه والمواقع البرازيليه والصحف البرازيليه، كل شيء او كل ما يخص مباراه بكره ان شاء الله. ازيك يا سالة؟ منوره. بنورك يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ وطبعا برحب بيك وبالتاكيد برحب بكابتن هاني. مساء الخير عليك يا سلام. مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا كالعاده يعني طبعا مبسوطه معاكم بالتاكيد ان انا معاكم لثالث مره على التوالي في الاهلي في المونديال، ولكن طبعا النادي الاهلي رابع مره على التوالي، لكن انا الثالث مره على التوالي. والله السنه الجايه ان شاء الله كمان. ان شاء الله. وطبعا مبسوطه معاكم، وزي ما قال كابتن اسلام ان شاء الله النهارده يعني في فقرتنا عندي اخبار كثيره جدا متعلقه بالنادي الاهلي وبالتاكيد جميع الفرق المشاركه في البطوله. يلا بينا. اتفضل. كان طبعا خلينا نبتدي اخبارنا النهارده والمتعلقه ببعثه فريق النادي الاهلي المشاركه في مونديال الانديه، واول خبر معانا هيكون متعلق بنادي الاهلي واستعداداته طبعا قبل مباراه بكره. يمكن اختتم النادي الاهلي استعداداته قبل مواجهه فلومينانسي البرازيليه المقرر لها يوم الاثنين عند 8 مساء بتوقيت القاهره ضمن مباريات الدور النصف النهائي لبطوله كاس العالم للانديه. وحرص السويسري مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي على عقد جلسه فنية مع اللاعبين، وتم مراجعة طريقة اللعب التي سيخوضها الفريق للمباراة والتأكيد على مهام كل لاعب، كذلك أسلوب اللعب الذي سيعتمد عليه في تلك المواجهة المهمة والصعبة بمونديال الأندية. كمان النهارده من ضمن الاستعدادات اقيم اجتماع فني لمباراه الاهلي وفلومينانسي البرازيلي في 10 اليوم الاحد، وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي امين الصندوق وكمان رئيس البعثه والكابتن خالد بيبو مدير الكره وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي والدكتور احمد جبلة طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الاداري والاستاذ وائل محمد الاداري واللواء علاء صلاح المنسق الامني واحمد توخي مسؤول التسويق بجانب ممثلي نادي فلومينانسي البرازيلي، بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي قميص الرمادي والشورت النبيتي ويرتدي حارس المرمى الطقم الأخضر. كمان فريق فلومينانسي البرازيلي الطقم بتاعه هيكون مكون من قميص الاخضر والنبيتي والشورت الابيض، والحارس المرمى هيكون الطقم بتاعه هيكون الطقم الازرق. يمكن طبعا خليني قبل ما اكمل اخبارنا النهارده يمكن خليني ارجع لك طبعا يا كابتن اسلام ويا كابتن هاني، اسالكم شايفين المواجهه بالنسبه لفريق النادي الاهلي وفلومينانسي البرازيلي، شايفين المواجهه بكره ازاي؟ خاصه انه طبعا الفرق في برازيل تتميز بالقوه والسرعه، ويعني حته الهجوم عندهم بتكون قويه جدا. أنا في رأيي المباراة زي ما قال إسلام مباراة صعبة، لكن أنا كمان عندي ثقة كبيرة جدا لو نفس الأداء ونفس العزيمة ونفس الروح. أنا بتكلم كمان على بعيد عن الفنيات، الروح اللي كانت موجودة والإصرار اللي كان موجود عند اللعيبة، أعتقد لو ده اتنفذ بكرة مع بعض الأمور التكتيكية زي ما أنت قلتي كلنا يعني من خلال التحليل الفني وفريق بيلعب كرة هجومية بحتة عنده بعض المشاكل في الدفاع، لكن كل دوت الحقيقة ممكن بيختصر في جزئية التركيز والإصرار على الفوز بإذن الله. فأنا متفائل بكرة إن شاء الله النادي الأهلي هيعمل مباراة جيدة والنتيجة بتاعت ربنا، بس إن شاء الله نكسب يعني. هو فريق زي ما كابتن هاني قال 50-50 يعني بيهاجم بشكل قوي جدا جدا جدا، عنده بعض الأخطاء الدفاعية اللي هنتكلم عنها في آخر الحلقة إن شاء الله، ولكن فريق مش سهل، فريق صعب جدا. صحيح. يا جماعه من فضل حضراتكم محدش يقول ان احنا هنلعب مانشستر ازاي، مانشستر سيتي ازاي، هذه ليست الحقيقه. عندنا مباراه بكره صعبه جدا جدا جدا، انا اسف ان انا بقول هذا الكلام اني ببص على التليفون كمان كل شويه اشوف الناس سابقه الاحداث شويه، الناس سابقه الاحداث. والله والله اللي اتفرج على ماتش اي مباراه اتفرج على شويه فيديوهات لهذا الفريق هتلاقي نفسك قاعد قلقان أكيد، لكن ثقتنا كبيرة زي ما كابتن هاني بيقول في فريق هو الأفضل في أفريقيا، هو الأفضل في الشرق الأوسط، مش كلام ولكن هذه هي الحقيقة. عشان كده أنا بقول دايما من فضل حضراتكم لا عايزين نقف في ظهر فرقتنا زي ما حضراتكم واقفين كده وزيادة كمان، لأنه عندنا ماتش صعب جدا 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 بكرة، ولكن ثقتنا كبيرة جدا في الفرقة إن شاء الله. تأكيد يا كابتن إسلام، بس أنا متفائلة يعني إن شاء الله إن شاء الله. كلنا إن شاء الله. متفائلين، ومين مش متفائل؟ كلنا متفائلين، ولكن دائما المنطقية اللي إحنا كنا بنتكلم فيها في بداية الحلقة يعني حلقة إمبارح كان اسمها أو العنوان بتاعها زيو، حلقة النهاردة المنطقية. فيعني المنطقية في المنطقية في الكلام هي اللي بتخلينا دايما أو بتخلي النادي الأهلي دايما يبقى هو الأفضل في أفريقيا.
بالتأكيد يا كابتن إسلام. طبعا خلينا النهاردة نستكمل أخبارنا المتعلقة بالتأكيد بمونديال الأندية، وكمان يعني بعثت فريقا للنادي الأهلي مشاركة في مونديال الأندية تلقت خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأحد، يؤكد فيه رفضه لارتداء جميع لاعبي النادي الأهلي قميصا يحمل رقم 72 أثناء فترة الإحماء. وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في خطابه أن ارتداء لاعبي النادي الأهلي قميص الإحماء المشار إليه قبل المباراة السابقة للنادي الأهلي أمام اتحاد جدة يخالف للوائحه التي تمنع أي شعارات دينية أو سياسية أو شخصية لأي سبب من الأسباب. وقامت بعثة فريق للنادي الأهلي بالرد على فيفا بخطاب أوضحت فيه حياثات ارتداء لاعبي النادي الأهلي قميص الإحماء رقم 72، لكن الفيفا أكد أن الفريق الأهلي سوف يتعرض لعقوبات حال مخالفته للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. كمان من ضمن الاخبار اللي معانا النهارده هي بعض التصريحات بالتاكيد قبل مباراه الاهلي وفلومينانسي البرازيلي. يمكن من ضمن التصريحات النهارده اكد فرناندو دينيز المدير الفني لفريق فلومينانسي البرازيلي احترامه الشديد للنادي الاهلي، وذلك قبل مباراه الفريقين غدا. وقال دينيز: الاهلي فريق صعب وتنافسي للغايه، شاهدت 8 مباريات للاهلي اخرها مواجهه اتحاد جده، ومباراتنا لن تكون سهله، ولكن هدفنا تخطي هذه العقبه الصعبه والوصول الى النهائي. وعن مواجهه مانشستر سيتي قال: لا يمكنني الحديث عن النهائي او اي فريق اخر بخلاف النادي الاهلي، وستكون يعني قله احترام لهم، وكل ما افكر به هو حاليا مباراه غد ولا شيء اخر. كمان من ضمن الاخبار اللي معانا النهارده والتصريحات، يمكن اشاد البرازيلي فليبي ميلو لاعب فلومينانسي البرازيلي بالنادي الاهلي انه قبل مواجهه الفريقين، وطبعا دي هتكون في نصف النهائي من بطوله كاس العالم للانديه 2023، قال فليبي ميلو في حوار يعني اجراه طبعا مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، انه الوصول لنهائي كاس العالم للانديه صعب للغايه، عندما جئت الى هنا يعني مع بالميراس فاز علينا الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث، وكان ذلك أثناء وباء فيروس كورونا، ولم يكن لدينا الكثير من الوقت للراحة والتعود على الفرق في تعود الفريق طبعا يعني على هذا التوقيت. ووصف الأهلي بأنه فريق قوي ومدربين يعني عنده طبعا مدربين جيدين للغاية، ونحن نستعد لهم قدر الإمكان، وعلينا جميعا أن نكون في أفضل حالتنا من أجل التأهل. كمان من ضمن التصريحات، وهو النجم البرازيلي المخضرم طبعا مارسيلو، يمكن قال مارسيلو طبعا لاعب فلومينانسي البرازيلي عن مواجهه فريقه امام النادي الاهلي، قال مارسيلو في مقابله مع موقع رسمي للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا انه، وطبعا هو كمان نجم نادي ريال مدريد الاسبق، انه فلومينانسي يعني يمتلك كل الامكانيات للمنافسه بقوه على كاس العالم للانديه والفوز باللقب. ويمكن كمان ضاف انه شاركت من قبل يعني في كاس العالم للانديه 4 مرات مع ريال مدريد وفزت باللقب في جميعها. واوضح يعني مارسيلو انه دي لن او لكن هذه النسخه من البطوله لها طعم خاص بالنسبه لي، لكنني ساشارك في بطوله كاس العالم للانديه رفقه يعني فريق طفولتي، وعن امكانيه الفوز بالكاس للمره الخامسه. رد وقال يعني احتراما لخصومنا في البطوله لن اتحدث مطلقا، لدينا ما يلزم المنافسه على لقب كاس العالم للأندية ومن اللعب والقتال من أجل اللقب. يمكن كمان الخبر اللي معانا النهارده، ويمكن ده خبر سعيد لجميع جماهير النادي الاهلي، هو انه اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا موعد انطلاق منافسات كاس العالم للانديه 2025 بنظامها الجديد بمشاركه 32 فريق من ضمنهم النادي الاهلي، بناء على تتويجه بدوري ابطال افريقيا لموسم 2020-2021. واشار الحساب الرسمي لفيفا الى انطلاق كاس العالم للانديه 2025 في الفتره من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، وضمن الأهلي المشاركة في البطولة كذلك الوداد المغربي، فضلا طبعا عن تواجد الهلال السعودي وكذلك فلامينجو البرازيلي وبالميراس، كمان سيتال ساوندرز بطل كونكا كاف 2022 ومونتاري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكا كاف 2021. ومن أوروبا ضمن تشيلسي وريال مدريد المشاركة أيضا في البطولة، وبناء على ذلك فإن فرق قارة آسيا
سوف تتنافس على يعني اخر ثلاث مقاعد متبقيه في البطوله، بينما تبقى مقعدان لقاره افريقيا مثلهما للكونكاكاف واربع مقاعد لفرق امريكا الجنوبيه وعشرة لقاره اوروبا. وبحسب بيان الاتحاد الدولي لكره القدم بعد انعقاد جلسه الفيفا في مارس 2023 فان مونديال الانديه بشكله ونظامه الحاليين سيتم الغائه، ولكن ستحل محله بطوله ثانويه للانديه. من ضمن كمان اخبارنا النهارده، وخلينا طبعا نواصل الاخبار والمتعلقه بالتاكيد الخبر ده بفريق مانشستر سيتي الانجليزي. يمكن النهارده البعثه تابعه لمانشستر سيتي الانجليزي وصلت لمدينه جده للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. والسيتي النهارده او يعني طبعا سيواجه يعني فريق اوراوا ريدز الياباني، وهو طبعا بطل دوري ابطال اسيا الساعه 8 يوم الثلاثاء في دور النصف النهائي في مونديال الانديه. و بيشارك الفريق مانشستر سيتي في البطولة كأس العالم للأندية 2023 بصفته بطل أوروبا، وبعد التتويج بالتأكيد ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. كمان يعني من ضمن اخبارنا، يمكن اخر خبر معانا النهارده هيكون متعلق بفريق ليون المكسيكي. يمكن اعلن نادي ليون المكسيكي بشكل رسمي اقاله مدربه الارجنتيني نيكولاس بعد الخساره من فريق اوراوا الياباني وتوديع كاس العالم للانديه مبكرا. وخسر ليون المكسيكي 1-0 امام اوراوا الياباني، ونشر النادي المكسيكي بيانا رسميا جاءت فيه اعتبارا من هذه الليله توقف نيكولاس عن منصبه كمدير فني لنادي ليون، وهو قرار مؤلم جدا للمؤسسه لانه يعني يقطع مشروعا يعني كلنا تعلقنا عليه املنا كبيره. ويوجه النادي طبعا ليون الشكر للمدرب وطاقمه الفني على التتويج ببطوله كونكاكاف، واوضح النادي انهم لن ينسوا ذلك او تلك، لكن في الوقت ذاته يشعرون بالحرج من الطريقه التي غادر بها الفريق البطوله الاكثر اهميه في تاريخه. طبعا كانت كل اخبارنا يعني النهارده في فقرتنا بالتاكيد يا كابتن اسلام، دي كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع الفرق المشاركه في البطوله. بشكرك كده طبعا يا كابتن هاني، وبشكرك جدا يا كابتن اسلام السجد. شكرا ليكي، طبعا تغطيه رائعه كالعاده، وان شاء الله باذن الله يعني تكون عاده ما تتقطعش، وان شاء الله نشوفك السنه الجايه كمان في السنه الرابعه المونديال، السنه الرابعه على التوالي زي الاهلي. هو الاهلي هيشارك كده كده ان شاء الله. ان شاء الله